تفاصيل أخرى حول رمضان 2017. دكتور، أنا قبل قليل دخلت مباشرة في رمضان صلاة التراويح، لكن جاوزت ليلة الشك. في السعودية ليلة الشك ستكون يوم الخميس 25 هكذا، في الجزائر يوم الجمعة 26. لماذا هذا الاختلاف رغم أننا سنصوم ربما في يوم واحد، السبت ولا؟ نعم، إن شاء الله سنصوم في يوم واحد، هذا الذي نتمناه، يتمناه كل مسلم. نعم، ككل سنة. ولكن ككل سنة إن شاء الله. ولكن الحساب الفلكي لوزارة الأوقاف عندنا، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، الحساب الفلكي لأم القرى اختلف هذا العام. نحن حسب الرزنامة ليلة الشك عندنا يوم الجمعة 26 رمضان الموافق ل 29 شعبان. حساب أم القرى يوم الخميس هو ليلة الشك. هذا لا داعي للقلق منه، لأنه هو يدخل في حساب الدول الرسمي، ونحن نحترم رزنامتنا. وليلة الشك عندنا كما تقول الرزنامة يوم 26، يوم الجمعة 26 مايو بإذن الله تعالى. ما تشوفش بلي هناك ربما شيء غريب يعني في مثل هذا، يعني في هذه التواريخ؟ ربما نحن مع السعودية يعني سنضطر، حتى إذا صاموا قبلنا سنضطر لأن يكون يوم عيد الأضحى في نفس يومنا، لأنه ربما للوقوف عرفة. ما تشوفش بلي هناك ربما خلط، أو لا أدري كيف نوصفها لك، ولكن يعني عدم توافق في التواريخ، رغم أننا أقول سنصوم يعني عيد الأضحى سيكون نفس بالنسبة للجزائر وبالنسبة للسعودية، طيب لأنه يوم عرفة سيكون كذلك أنا نفسه. سأجيبك بطريقة بسيطة جدا. هذا الخلط راجع إلى سوء الفهم. أنا أرجع بك إلى الوراء لقرنين من الزمن، حيث كانت وسائل الاتصال منعدمة، حيث كانت وسائل الاتصال منعدمة. كيف كنا نصوم عرفة وكيف كنا نصوم رمضان؟ هل كانت الدول آنذاك أو الشعوب آنذاك تعرف بأن مكة رأت الهلال في بداية شهر ذي الحجة ويصل الخبر إلى المغرب خلال أيام؟ أبدا. فكانت الأمم تتبع مطالعها. هناك مطالع تختلف، كل واحد يرى الهلال فيصوم أو يفطر، إن عدمت الرؤية يتم شعبان 30 أو يتم رمضان 30. ينبغي أن ننطلق من هذا المنطلق، أن المطالع تختلف على حسب البلدان. عندما ننظر إلى المسألة على أنها مسألة إعلامية، الآن في عصرنا الحالي نعرف كل شيء، ونعرف متى يدخل الهلال في ذي الحجة، ومتى يدخل، ومتى تكون، متى يكون يوم عرفة، ومتى يدخل الهلال في رمضان. هذا يحتاج إلى اتفاق أممي إسلامي، هذا لم يتم لحد الساعة. فنرجع إلى مطالعنا. نحن بحساباتنا الفلكية تستحيل الرؤية يوم الخميس 25 مايو، وحتى بالحسابات الفلكية في السعودية تستحيل الرؤية في هذا اليوم، لأن القمر يغرب قبل غروب الشمس، ويحدث الاقتران الفلكي أو المحاق بعد غروب الشمس، اقتران الشمس مع القمر، وتستحيل الرؤية في هذا اليوم. بينما يوم الجمعة يوم 26 مايو الشمس تغرب أولا، ثم يغرب بعدها القمر ب45 دقيقة. عندما يغرب القمر ب45 دقيقة، هذه الفترة 45 دقيقة تسمح لرؤية الهلال، رؤية بالمشاهدة أو رؤية بالأجهزة الفلكية. نعم. يعني نسبة الإضاءة تاع الهلال يوم الجمعة تكون 1.10% تقريبا من نسبة الإضاءة له وهو بدر. نعم دكتور، يعني ترجحون أن يوم أول يوم من رمضان سيكون يوم السبت 27، يعني من بنسبة كبيرة شهر. إن شاء الله بنسبة نعم. كبيرة جدا يكون يوم السبت إن شاء الله، ولكن نحن هنا في الجزائر نعتمد على الرؤية. هناك لجنة وطنية لرصد الأهلة ستجتمع في العاصمة، هناك لجان لرصد الأهلة في كل الولايات، هناك تقارير ستصل إن شاء الله بعد صلاة المغرب يوم الجمعة إلى اللجنة الوطنية لرصد الأهلة، وهي التي تعلن برؤية الهلال أو انعدام رؤيته. لكن بنسبة كبيرة يوم السبت أول يوم نتمنى رمضان. نتمنى ذلك إن شاء الله، وبالصحة والأهنان لجميع الشعب إن شاء الله. الجزائري والأمة الإسلامية إن شاء الله. دكتور